بسم الله الرحمن الرحيم. هلا محمد عيسى، منسق عام حملة مجندة مصرية بمحافظة الفيوم. الحمد لله بدأت الحملة في الانتشار بين فتيات محافظة الفيوم، وبدأ الإقبال على التوقيع على استمارات تأييد فكرة الحملة، وبإذن الله خلال الأيام القادمة ستقوم الحملة بعمل خطة إعلامية وتثقيفية لنشر أهداف الحملة والتعريف بها، وسيتم دعوة أستاذة جهاد الكومي مؤسسة الحملة بمحافظة الإسكندرية لتكريمها في محافظة الفيوم، نظرا للجهود التي تقوم بها ولكونها صاحبة ومؤسسة حملة مجندة مصرية.